العراق ضحية اشتباك رماح أتباع ولاية الفقيه المحور الإيراني الشرقي وراء سوريا وراء الصين وروسيا، والمحور الإخواني اللي تركيا وقطر وراء بريطانيا، والمحور الثالث اللي هو السعود الإماراتي اللي وراء أمريكا. أمريكا، والتفاصيل اللي نعم الإخوان والسلفيين الوهابيين تحالفوا إلى حد إلى قبل 3 سنوات عندما اختلفت قطر والإمارات والسعودية، فذهب المحور الإخواني باتجاه إيران، والآن إيران وتركيا وقطر هم حلفاء، والسعودية والإمارات بقوا متحالفين.